احلى شيء من تشتغل بصدق وتاكل لقمه حلال، احلى شيء. انت بالليل ماكل لقمه، ماكل لقمه، فاكلها بالحلال انت واطفالك افضل. شنو رباط السالفه؟ تساقط الشعر شعليه باللقمه الحلال، ام الصالون حرق الشعر شعليه باللقمه الحلال، هذا البطل بيدك شنو؟ وحده وحده. تقول رحت بالصالون وحرقوا لي شعري، وشفتك ناشر هاي الخلطه العجيبه مال التساقط ورجعت الحيويه بشعري. ما ادري منين اشتريتها، من عندي، اشتريتها من غير مكان، بس انا ارفع هيك التعليقات حتى البقيه يستفادون. احكيكم عن هذا التفصيل. شنو الحلال والحرام؟ هوايدا يطبوا لي بنات تقول نصبغ شعرنا بالبيت ناخذ صبغ ب3000 ب4 ماشي الحال وطلون ومشي الامر طبيعي. نروح بالصالون يحترق الشعر وما ياخذ. اكو بعض امهات صالون تجي تدور صبغه كسباير، تدور مقشر مال وجهها كسباير، يعني انت قعدتني الزبونه ماخذه من عندها 40 و50 الف. اخذي لي الصبغه براسها حبه 8000 وتبقى لك 40 الف مال وقف شفتش. ليش تاخذين شيء كسباير وتوقعين شعر البنيه؟ والله يدورن بالمحلات كسباير ويدورن العزاله مال المخازن. ليش يا اخي؟ انت اكلي لقمه حلال. خلي سمحتش حلوه، فلانه جابت، فلانه جابت، فلانه، تجي الزبونه تطبيها مش مره واحده وبعد ما تطب. هذا مو صحيح. هاي الخلطة العجيبة اشتغلت شغل كلش حلو، وطت نتائج للعالم، نتائج كلش حلوة، رغم هي سعرها ب10000، بس المشكلة ما نقدر ندزها توصيل، المشكلة توصيل ما ندزها، ليش؟ دزيت 10 طلبات من عندها توصيل، فديوم نشرتها صعد منشورها 800000 900، طلبوها من عند العالم بها 3000 4000، قال ادزها على باب الله. طب خابرني المندوب، قال لك الزبونة تقول الطلب مكسر. طب خابرني المندوب الطلب مكسر من 10 طلبات وصلن 2 وثمانية رجع لي مكسرات. لا المندوب تحملها ولا الزبونة تحملها، فأنا تحملها. فأنا أنصحكم بها فقط، أنتم اشتروها من يمكم، سعرها ب10000، تحل مشاكل الشعر. شلون نشوفها؟ شلون نعرفها؟ هاي راح أخليها قبالكم. اللي جينا للمحل خلي ياخذها. واللي مكانه ببغداد بالكرخ، قريب علينا احنا بغداد الحرية، يكون بالكرخ نقدر ندسها له. أنا عنواني بغداد الحرية الثانية قرب البريدة وقرب العيادة الشعبية، اسمي محك كوزمتك دانيال، توصيل بغداد 4 وتوصيل محافظات 5. وماكو تعليقاتكم ليش؟